السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ملعب دودي سبورت. النهاردة عندنا مفاجأة من القلب التقيل، عندنا مفاجأة. قدر رئيس النادي الأهلي بنفسه يخلص في الصفقة، قدر أمير توفيق خلف رئيس النادي بجلالة قدره ذات نفسه يخلص نفس الصفقة، وهي صفقة العمر بالنسبة للنادي الأهلي. فعلا مكسب كبير هيكون للنادي الاهلي، وهو حارس مرمى انبي محمود جاد اللي قدر يوقع مع النادي الاهلي لمدة 3 سنين ب 20 مليون جنيه. محمود جاد من مواليد 11/10/1998، يعني محمود عنده 23 سنة، يعني مستقبل مصر اللي جاي اذا كان منتخب مصر او المنتخب الاولمبي، مستقبل كرة القدم بالنادي الاهلي، وهي من صفقات النار اللي فعلا قدر كابتن محمود الخطيب كابتن امير توفيق يخلصوا فيها، وهو كابتن محمود الخطيب ذات نفسه قدر بنفسه وبجلالة قدره هو اللي يخلص صفقة محمود جاد. وفعلا دي صفقة من العيار التقيل زي ما بيقولوا، ومستقبل باهر لمحمود جاد بالنسبة للنادي الاهلي. هيكون ورا محمد الشناوي علشان احتمال بنسبة 70-80% هيرحل مصطفى شوبير، وفي تجديدات اليومين الجايين دول، وفي تغييرات كتيره بالنسبه للمارد الاحمر وهو النادي الاهلي. ودي كانت حلقتي اليوم اللي ما بحبش دايما اطول عليكم فيها، على صفقه محمود جاد واللي قدر يوقع النادي الاهلي من نادي انبي. وان شاء الله كل التوفيق لمحمود جاد في المستقبل القادم باذن الله. وقبل ما اقفل معاكم، ما ننساش الاشتراك بتاعنا وتفعيل الجرس، ونوصل ان شاء الله الفيديو الى 50,000 لايك، 30,000 لايك، 500 لايك، 70 لايك، 80 لايك، زي ما انتم عايزين تعملوها تعملوها، ودايما انا بنجح بيكم، وان شاء الله بنجح بدعواتكم ليا وبتقدم لقدام. وان شاء الله ده كانت حلقتي اليوم. وقبل ما اقفل معاكم بشكركم، سلام عليكم.